فضيلة الشيخ عطية صقر، يتهاون كثير من المسلمين اليوم في أداء صلاة الجماعة، وحتى بعض طلبة العلم، ويتعللون بأن بعض العلماء قال بعدم وجوبها، فما حكم صلاة الجماعة وبماذا ننصح هؤلاء؟ وردت عدة أحاديث صحيحة في صلاة الجماعة، وللعلماء إزاءها ثلاثة آراء. الرأي الأول يقول بأنها فرض عين على كل قادر عليها، وبه قال أحمد بن حنبل. ومع القول بالفرضية، هل هي شرط في صحة الصلاة فتبطل بدونها، أو ليست شرطا في الصحة ولكن في تركها إثم؟ ومن أدلة هذا الرأي حديث مسلم في رجل أعمى وابن أم مكتوم يحتاج إلى من يقوده إلى المسجد، ويستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في بيته، ولما أذن له أمره أن يحضر للصلاة في المسجد ما دام يسمع الأذان. وكذلك من الأدلة حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا لي حزما من الحطب، ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليس بهم علة فأحرقها عليهم. والرأي الثاني يقول إن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، وبه قال مالك وأبو حنيفة وكثير من الشافعية. ومن الأدلة حديث رواه أحمد وأصحاب السنن: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. وهو يفيد أن الصلاة الأولى كانت صحيحة والثانية زيادة. وحديث الصحيحين: والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام في جماعة أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. فصيغة التفضيل تدل على أن الصلاة المنفردة صحيحة وأن الجماعة أفضل. والرأي الثالث أن صلاة الجماعة فرض كفاية، لا بد أن تقام في المحلة ولو بعدد قليل. وبه قال الشافعي في أحد قوليه وكثير من المالكية والحنفية. وهذا الرأي له وجاهته من أنها فرض كفاية على المجموع وسنة مؤكدة في حق الجميع، أي في حق كل واحد على حدة. وأداؤها في المسجد أفضل من أدائها في البيت، لحديث الصحيحين: صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاته في بيته وفي سوقه 24 درجة. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، وما تزال الملائكة تصلي عليه ما دام في مجلسه الذي صلى فيه. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه. وقد اخترنا الرأي الثالث جمعا بين الأحاديث التي يشعر ظاهرها بالوجوب، وبين الأحاديث التي تدل على الندب، والجمع أفضل من إهدار بعضها. وهذا كله في حق الرجال، أما صلاة الجماعة للنساء في المسجد فليست واجبة ولا مندوبة، لأن صلاتها في بيتها أفضل، ولو صلتها في بيتها جماعة كان أفضل، والله أعلم. فكم العدد اللازم لقيام الجماعة؟ الجماعة تنعقد بواحد مع الإمام، ولو كان أحدهما صبيا أو امرأة. والدليل ما رواه الجماعة أن ابن عباس صلى بالليل في بيت خالته ميمونة
خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي معهما أحد، وكلما كثر المصلون كان ذلك أفضل، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية صقر، كيف يبدأ المصلون في إتمام الوقوف للصلاة؟ وهل يكون إتمام الصف من اليمين أو من المنتصف؟ قال العلماء: إذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام ندبا لا وجوبا، فإن كان المأمومون اثنين فأكثر وقفوا خلف الإمام، ويندب أن يكون في وسط القوم، فإن وقف عن يمينهم أو عن يسارهم فقد خالف السنة وإن كانت الصلاة صحيحة. وإذا جاء مأمومون للصلاة ووجدوا الصف الأول ناقصا، صف بعضهم عن اليمين والبعض عن الشمال ليكون الإمام في الوسط، وإذا وجدوه كاملا قال جماعة يبدأ الصف من جهة اليمين، لحديث أبي داود وابن ماجه: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. وقال جماعة آخرون: يبدأون الوقوف خلف الإمام ثم يكمل من اليمين أولا ثم اليسار. أما إذا حضر الشخص ولم يجد سعة ولا فرجة في الصف الأول فإنه يقف منفردا، ويكره له جذب أحد، وقيل يجذب واحدا من الصف. وأنبه إلى أن الأمر سهل لا تنبغي زيادة الخلاف فيه، والله أعلم. فضيلة الشيخ، لقد ورد حديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، نرجو توضيح ذلك. هذا الحديث رواه البخاري وغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه حديث أيضا رواه البخاري يقول: لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، أي لو يعلم الناس ثواب الصف الأول لحكموا القرعة بينهم عند كثرة من يرغبون فيه. وروى مسلم وغيره أنه قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قلنا: يا رسول الله، كيف تصف الملائكة عند ربها؟ فقال: يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف. وروى أحمد بإسناد جيد أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، وصلاة الله رحمة، وصلاة الملائكة استغفار. وروى مسلم وغيره أنه قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وروى أحمد وأبو داود عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه. تدل هذه الأحاديث على فضل الصفوف الأولى للرجال في صلاة الجماعة، وعلى فضل الصفوف الأخيرة للنساء، وعلى أفضلية الصف الأول من هذه الصفوف، وعلى أفضلية أن تكون الصفوف الأولى من ذوي العقول المستنيرة والمتفقهين في الدين. والحكمة في كون هؤلاء أولى بالصفوف الأولى تظهر في أمور: منها أنهم أقدر على الأخذ والفهم لما يقوله الرسول ويفعله، وأقدر على تعليم غيرهم ما تعلموه منه، وأنهم يستطيعون تنبيهه إذا حدث ما يدعو إلى التنبيه، أو الفتح عليه عند التوقف عن القراءة، وأنهم أولى بالإمامة إذا أراد استخلاف أحد لعذر من الأعذار. والحكمة في جعل النساء في الصفوف الخلفية تظهر في أمور: منها
أولا أن المرأة ليست في مستوى الرجال وبخاصة أولو الأحلام والنهى فيما يتميزون به مما سبق ذكره. ثانيا أن تقدمها أمام الرجال فيه صورة إمامتها لهم وهي ممنوعة باتفاق الأئمة. ثالثا أنها تشغل الرجال عن الخشوع في الصلاة بمجرد وجودها أمامهم، وذلك أمر طبيعي، وعند ركوعها وسجودها يكون الانشغال أشد، وهو ما يفسر به حديث قطع الصلاة إذا مرت المرأة أمام المصلي عند جمهور الفقهاء. رابعا ألا تختلط صفوف الرجال بالنساء إذا تخللن صفوفهم فيكون انصرافهن بعد انتهاء الصلاة أيسر. وكان من المأثور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينصرف عقب الصلاة مباشرة، بل ينتظر هو وأصحابه حتى ينصرف النساء أولا. هذا. وكان من المتبع في ترتيب الصفوف في الجماعة أن يكون الرجال في الصفوف الأولى ثم يليهم الصبيان ثم يليهم النساء كما رواه أحمد. وتوسط الصبيان فيه شدة حيطة من انشغال الرجال بالنساء، فمن الجائز أن بعض من في الصف الذي يليه صف النساء إذا ركع لمح بنظره بعض النساء، ولا شك أن الخشوع في الصلاة هو أساس قبولها، كما قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية، حضرت إلى الصلاة ووجدت كل الصفوف التي أمامي مكتملة، فصليت منفردا وحدي في صف، فما حكم الدين في ذلك؟ وما الحكم إذا وجدت صبيا لم يبلغ الحلم، فهل يصح الوقوف معه؟ لو دخل المصلي فوجد الجماعة مقامة وأن الصف الأول غير تام أو فيه فرجة، فانفراده بصف مكروه ولا خلاف في ذلك. لكن هل مع الكراهة تصح صلاته أو تبطل وعليه إعادتها؟ اختلف السلف في ذلك، فقالت طائفة ومنهم أحمد لا يجوز ذلك ولا تصح صلاته، وعلى قولهم هذا يكون الحكم من باب أولى على من تمكن من الدخول في الصف الأول ولم يدخل بل صلى وحده. وطائفة أخرى ومنهم مالك والشافعي وأصحاب الرأي تجوز صلاته ولا إعادة عليه. وعلى هذا من لم يجد فرجة ولا سعة في الصف فما الذي يفعله؟ قيل يقف منفردا ولا يجذب إلى نفسه أحدا، لأنه لو جذبه إليه لفوت عليه فضيلة الصف الأول ولا أوقع الخلل في الصف. وبهذا قال الطبري وحكاه عن مالك. وقال أكثر أصحاب الشافعي يجذب إلى نفسه واحدا، ويستحب للمجذوب أن يساعده. وروي عن عطاء أن الداخل إلى الصلاة والصفوف قد استوت واتصلت يجوز أن يجذب إلى نفسه واحدا ليقوم معه، واستقبح ذلك أحمد وإسحاق وكرهه الأوزاعي ومالك. وقال بعضهم جذب الرجل في الصف ظلم، واستدل القائلون بالجواز بما رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي من حديث وابصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل صلى خلف الصف: أيها المصلي، هل لا دخلت في الصف أو جررت رجلا من الصف؟ أعد صلاتك. لكن هذا الحديث ضعيف، ورواه أبو داود مرسلا، وما رواه الطبراني عن ابن عباس
في جذب رجل إليه إسناده واهن. هذا ملخص ما قيل في هذا الموضوع، والله أعلم. وإذا أما رجل صبيين فأكثر، فهل يجعلهما خلفه أو عن يمينه؟ وهل البلوغ شرط لمصافة الصبي؟ قال العلماء: في ترتيب صفوف الجماعة يقف الرجال أولا ثم الصبيان ثم النساء، وإذا لم يوجد من المأمومين إلا صبي أو صبيان أو أكثر فالحكم كالحكم مع الرجال البالغين تماما، يقف الصبي الواحد عن يمين الإمام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس في بيت خالته. وإذا كان صبيين فأكثر فالوقوف يكون بحيث يكون الإمام في الوسط، وهو أفضل من أن يكونوا جميعا على يمينه أو على يساره، والله أعلم. يقول البعض إنه لا يجوز إقامة جماعة أخرى في المسجد بعد انتهاء جماعة المصلين، فهل لهذا أصل وما الصواب؟ جاء في تفسير القرطبي عند الكلام على مسجد الضرار الذي يفرق بين جماعة المسلمين أن الإمام مالكا قال: لا تصلى جماعتان في مسجد واحد بإمامين، خلافا لسائر العلماء. وقد روي عن الشافعي المنع حيث كان تشتيتا للكلمة. وجاء في فقه المذاهب الأربعة عن تكرار الجماعة في المسجد الواحد أن الحنابلة قالوا: إذا كان الإمام الراتب يصلي بجماعة فيحرم على غيره أن يصلي بجماعة أخرى وقت صلاته، كما يحرم أن تقوم جماعة قبل صلاة الإمام الراتب، بل لا تصح صلاة جماعة غير الإمام الراتب في كلتا الحالتين. ومحل ذلك إذا كان بغير إذن الإمام الراتب، أما إذا كان بإذنه فلا يحرم. والشافعية قالوا: تكره إقامة الجماعة في مسجد بغير إذن إمامه الراتب مطلقا، قبله أو بعده أو معه، إلا إذا كان المسجد مطروقا أو ليس له إمام راتب، أو له إمام راتب وضاق المسجد عن الجميع أو خيف خروج الوقت، وإلا فلا كراهة. والمالكية قالوا: تحرم إقامة جماعة مع جماعة الإمام الراتب، لأن القاعدة عندهم أنه متى أقيمت الصلاة للإمام الراتب فلا يجوز أن تصلى صلاة أخرى فرضا أو نفلا، لا جماعة ولا فرادا. ويتعين على من في المسجد الدخول مع الإمام إذا كان لم يصلي هذه الصلاة المقامة أو صلاها منفردا، أما إذا كان قد صلاها جماعة فيتعين عليه الخروج من المسجد لئلا يطعن على الإمام. وإذا وجد بمسجد واحد أئمة متعددون مرتبون فإن صلوا في وقت واحد حرم لما فيه من التشويش، وإذا ترتبوا بأن يصلي أحدهم فإذا انتهى من صلاته صلى الآخر وهكذا فهو مكروه على الراجح، والله أعلم. وبنت الشيخ عطية، هل الجماعة تدرك بإدراك السلام مع الإمام أم أنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة؟ وإذا دخل جماعة والإمام في التشهد الأخير، هل الأفضل لهم الدخول مع الإمام أم ينتظرون سلامه ويصلون جماعة؟ الجماعة تدرك بإدراك أي جزء منها قليلا كان أو كثيرا مع الإمام قبل أن يسلم، وأفضلها أن يدركها من أولها إلى آخرها معه، وأولها هو إدراك تكبيرة الإحرام، ولا تحسب للمأموم ركعة حتى يدرك ركوعها مع الإمام. وإذا كان مسبوقا ولم يتمكن من قراءة الفاتحة
ثم ركع مع الإمام تحمل الإمام عنه الفاتحة وحسبت له ركعة عند جمهور الفقهاء. ولو دخل جماعة والإمام في التشهد الأخير فالأفضل لهم الدخول مع الإمام، وهو أفضل من انتظارهم حتى يفرغ الإمام ثم يصلون جماعة وحدهم، لأن إقامة جماعة ثانية قد يحدث ارتباكا بالنسبة للمسبوقين من الجماعة الأولى وهم يؤدون ما فاتهم منها. والدين يحب النظام ويكره كل ما يخل به، ومع ذلك لو صلوا جماعة وحدهم فصلاتهم صحيحة ولهم الثواب إن شاء الله، والكلام هو في الأفضلية فقط، والله أعلم. فما الشروط الواجب توافرها في الإمام أو ما صفات الإمام؟ يشترط لصحة الجماعة شروط، منها في الإمام الإسلام والبلوغ عند الجمهور في الفرض وبالاتفاق في صلاة الجمعة، والعقل والذكورة إذا كان المأمومون ذكورا، والقراءة الحسنة إذا كان في المأمومين من يحسنونها، والسلامة من الأعذار كالسلس إذا كان المأمومون لا عذر بهم. وإذا اختل شرط من هذه الشروط بطلت الجماعة، والله أعلم. وهل يشترط في الإمامة نية الإمامة؟ وإذا دخل رجل فوجد آخر يصلي فهل يأتم به؟ وهل يشرع الإتمام بالمسبوق؟ لا يجب على المنفرد إذا صلى خلفه جماعة أن ينوي الجماعة، لأنها لا تجب إلا في مثل الجمعة، والصلاة تعتبر جماعة بغير النية، وصلاة المأمومين صحيحة حتى لو كان الإمام يصلي نافلة، وذلك عند الإمام الشافعي. أما عند أبي حنيفة ومالك فالجماعة باطلة لعدم اتحاد الصلاتين، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية فقر، يوجد خلاف كثير في حكم قراءة المأموم خلف الإمام، نود توضيح ذلك. قراءة المأموم خلف الإمام فيها خلاف كبير للفقهاء، وخلاصته أن القراءة إما أن تكون للفاتحة أو للسورة والآية، فقراءة المأموم للفاتحة واجبة عند الإمام الشافعي إلا إذا كان مسبوقا بجميع الفاتحة أو بعضها، فإن الإمام يتحمل عنه ما سبق به في الركعة الأولى إن كان الإمام أهلا للتحمل. ودليله حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواه البخاري ومسلم. وعند الحنفية مكروهة كراهة تحريم في الصلاة السرية والجهرية لحديث من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له، لكنه حديث ضعيف. وقد أثر هذا المنع عن 80 من كبار الصحابة، وإعمالا للنصين قال الشافعي إن عدم قراءة المأموم خاص بالسورة لا بالفاتحة. وعند المالكية أن القراءة خلف الإمام مندوبة في الصلاة السرية، مكروهة في الصلاة الجهرية إلا إذا قصد مراعاة الخلاف فتندب. وكذلك قال الحنابلة إنها مستحبة في السرية وفي سكتات الإمام في الجهرية، وتكره حال قراءة الإمام في الصلاة الجهرية. هذا حكم قراءة الفاتحة. أما قراءة غيرها فهي سنة عند الشافعية إذا لم يسمع المأموم قراءة الإمام، أما إذا سمع فلا تسن له. وقال الحنفية
لا يجوز للمأموم أن يقرأ خلف الإمام مطلقا لا الفاتحة ولا السورة. وقال المالكية تكره القراءة للمأموم في الجهرية وإن لم يسمع أو سكت الإمام. وقد روي في ذلك حديث عبادة بن الصامت قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم، قال قلنا يا رسول الله إي والله، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. رواه أبو داود والترمذي. وفي لفظ فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن، رواه أبو داود والنسائي والدارقطني وكلهم ثقات هذا. وروى أبو داود وأحمد والترمذي وقال حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين إذا استفتح الصلاة، يعني بعد تكبيرة الإحرام، وإذا فرغ من قراءة الفاتحة. قال الخطابي إنما كان يسكت في الموضعين ليقرأ من خلفه فلا ينازعونه القراءة إذا قرأ. وفي الحديث المتقدم الذي رواه أبو داود وغيره قال النووي عن أصحاب الشافعي يسكت قدر قراءة المأمومين للفاتحة. وقد ذهب إلى استحباب هذه السكتات الثلاثة قبل دعاء الاستفتاح وبعد الفاتحة وقبل الركوع الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال أصحاب الرأي وهم أبو حنيفة وأصحابه ومالك السكتة مكروهة، وللمأموم أن يختار من هذه الآراء ما يشاء دون تعصب ضد من يختار رأيا آخر، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية صقر، وجدنا طفلا رضيعا ملقا على الطريق فوضعناه في ملجأ بجوار مسكننا، وتربى الطفل حتى تخرج في بعض المدارس ونال قصا وفيرا من التعليم، وأراد بعض أهالي الحي أن يجعلوه إماما في المسجد الذي بني حديثا، فقال البعض هذا لا يجوز، فما رأي الدين؟ اللقيط يغلب أن يكون نتاج علاقة جنسية غير مشروعة، وأوجب الفقهاء التقاطه ورعايته لأنه لا ذنب له في هذا المصير، وقد يكون له شأن في التاريخ. والقرطبي في تفسيره أثار مسألة إمامته في الصلاة وقال إن الإمام مالكا يكره أن يكون راتبا، أي إماما دائما معينا لذلك، وكذلك كرهه عمر بن عبد العزيز. وكان عطاء بن أبي رباح يقول له أن يأم إذا كان مرضيا، وهو قول الحسن البصري وقول أحمد بن حنبل وإسحاق. وتجزئ الصلاة خلفه عند أصحاب الرأي هم أبو حنيفة وأصحابه وغيره أحب إليهم. والشافعي قال أكره أن ينصب إماما راتبا من لا يعرف أبوه ومن صلى خلفه أجزأه. وقال عيسى بن دينار لا أقول بقول مالك في إمامة ولد الزنا وليس عليه من ذنب أبويه شيء. ونحوه قال ابن عبد الحكم إذا كان في نفسه أهلا للإمامة. قال ابن المنذر يأم لدخوله في جملة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم. وقال أبو عمر ليس في شيء من الآثار الواردة في شرط الإمامة ما يدل على مراعاة النسب، وإنما فيها الدلالة على الفقه والقراءة والصلاح في الدين.
بعد هذا العرض لآراء الفقهاء أرى أن إمامته جائزة وأن الصلاة خلفه صحيحة بالاتفاق، وأن الجمهور على ذلك إذا كان حسن السيرة والسلوك متفقها في الدين، فليست العبرة في الإمامة بالأنساب بل بالفقه والصلاح، وهو متفق مع قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ومع عموم الحديث الذي يقدم في الإمامة من هو أفقه وأقرأ. والقليلون كرهوا أن يكون إماما راتبا، ولم يكرهوا أن يؤم الناس في بعض الأحيان، وهو إحساس عاطفي أكثر منه عقليا، والله أعلم. رجل يقول يؤمنا في الصلاة إمام عرفنا أنه يدخن ويتعاطى المخدرات، هل يجوز أن يكون إماما وما حكم صلاتنا خلفه؟ روى البخاري أن عبد الله بن عمر كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، وروى مسلم أن أبا سعيد الخدري صلى خلف مروان صلاة العيد، وصلى عبد الله بن مسعود خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان يشرب الخمر، وفي مرة صلى الصبح بالمصلين 4 ركعات فجلده عثمان بن عفان على ذلك، وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن عبيد، وكان متهما بالإلحاد وداعيا إلى الضلال، فكل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره ما لم يكن أقل منه. ولكن الصلاة خلف المنحرفين مكروهة، فإذا وجد شخص مستقيم كانت الصلاة خلفه أولى، أما إذا تحتم المشبوه أو المنحرف لأن وظيفته الإمامة مثلا جازت الصلاة خلفه مع القيام بواجب نصحه ليرضى عنه الناس ويستريح لإمامته، فقد جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه 3 لا يقبل الله منهم صلاة: إمام قوم وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها غضبان، وأخوان متصارمان. هذا ومع كون الصلاة خلف الفاسق مكروهة فهي صحيحة غير باطلة، ويؤيد ذلك إلى جانب ما سبق من روايات البخاري ومسلم حديث البيهقي: صلوا خلف كل بر وفاجر، صلوا خلف كل بر وفاجر، وجاهدوا مع كل بر وفاجر. جاء في تفسير القرطبي قوله: وأما أهل البدع من أهل الأهواء كالمعتزلة والجهمية وغيرها، فذكر البخاري عن الحسن: صلي وعليه بدعته. وقال أحمد: لا يصلي خلف أحد من أهل الأهواء إذا كان داعية إلى هواه. وقال مالك: ويصلي خلف أئمة الجور، ولا يصلي خلف أهل البدع من القدرية وغيرهم. وقال ابن المنذر: كل من أخرجته بدعته إلى الكفر لم تجز الصلاة خلفه، ومن لم يكن كذلك فالصلاة خلفه جائزة، ولا يجوز تقديم من هذه صفته. ثم قال القرطبي: وأما الفاسق بجوارحه كالزاني وشارب الخمر ونحو ذلك فاختلف المذهب أي المالكي فيه، فقال ابن حبيب: من صلى وراء من شرب الخمر فإنه يعيد أبدا، يعني حتما، إلا أن يكون الوالي الذي تؤدى إليه الطاعة، فلا إعادة على من صلى خلفه إلا أن يكون حينئذ سكران. قاله من لقيت من أصحاب مالك. ثم ذكر القرطبي حديثا فيه
ولا يؤمن فاجر برا إلا أن يكون ذا سلطان وحكم بأنه ضعيف. والله أعلم. شخص يتمتع بحسن الخلق ويحفظ القرآن الكريم كاملا وتخرج في إحدى كليات الأزهر الشريف ثم أصيب في حادثة فقطعت يده وتقدم ليؤمنا في الصلاة صلاة العشاء فمنعه بعض المصلين وقالوا إنه لا يجوز إمامته، فما حكم الدين في هذا؟ الصلاة خلف إمام مقطوع اليدين صحيحة وإن كانت مكروهة إذا وجد غيره. جاء في تفسير القرطبي ما نصه: ولا بأس بإمامة الأعمى والأعرج والأشل والأقطع والخصي والعبد إذا كان كل واحد منهم عالما بالصلاة. وقال ابن وهب: لا أرى أن يؤم الأقطع والأشل لأنه ناقص عن درجة الكمال، وكرهت إمامته لأجل النقص. وخالفه جمهور أصحابه وهو الصحيح، لأنه عضو لا يمنع فقده فرضا من فروض الصلاة، فجازت الإمامة الراتبة مع فقده كالعين. وقد روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى. وكذلك الأعرج والأقطع والأشل والخصي قياسا ونظرا. وقد روي عن أنس بن مالك أنه قال في الأعمى: وما حاجتهم إليه؟ وكان ابن عباس وعتبان ابن مالك يؤمان وكلاهما أعمى، وعليه عامة العلماء. والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية فقر، إذا أصيب الإمام أثناء الصلاة بمغص شديد جعله لا يستطيع أن يكمل الصلاة فسلم وخرج، فهل يكمل المصلون صلاتهم أم يسلمون مثله؟ أو كان من الواجب أن يختار من يحل محله لإتمام الصلاة ومثله أيضا إذا انتقض وضوءه، فماذا يفعل؟ قال العلماء: يجوز للإمام إذا أحس بألم أن يستخلف أحد المأمومين ليكمل الصلاة، بدليل ما رواه البخاري أن عمر رضي الله عنه لما ضرب وهو يصلي أخذ عبد الرحمن ابن عوف فقدمه فصلى بهم صلاة خفيفة. وكذلك روى سعيد بن منصور أن عليا كرم الله وجهه صلى ذات يوم فرعف، أي نزل دم من أنفه، فأخذ بيد رجل فقدمه ثم انصرف. فالإمام إذا كان به أي عذر يجوز أن يخرج من الصلاة وأن يستخلف واحدا من المأمومين. والله أعلم. نرى بعض الأئمة بعد الانتهاء من الصلاة يظل جالسا متجها إلى القبلة ويختم الصلاة، ونرى البعض الآخر بعد الانتهاء من الصلاة يتجه نحو المصلين بوجهه، فأيهما أصح في فعله؟ روى أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤم الناس فينصرف على جانبيه جميعا على يمينه وعلى شماله. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه. وروى البخاري وأحمد عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وهو يمكث في مكانه يسيرا قبل أن يقوم. قالت: فنرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال. من هذا نرى أن بقاء الإمام بعد السلام على هيئة استقبال القبلة ليختم الصلاة لا مانع منه،
وأن تحوله عن القبلة جهة اليمين أو الشمال جائز أيضا لا مانع منه، ولا يصح أن نتعصب لحالة من الحالات. وقال العلماء من السنة بعد سلام الإمام أن يلتزم مجلسه مستقبلا للقبلة بعد صلاة المغرب والصبح، وذلك ليقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وذلك 10 مرات كما في الحديث، لأن الفضيلة المترتبة على ذلك مقيدة بقولها قبل أن يثني رجله. والحديث هو ما رواه الترمذي وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في دبر صلاة الصبح وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات كتب له 10 حسنات ومحي عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات، وكان يومه ذلك أو وكان يومه في ذلك في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان، ولم ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله تعالى. قال الترمذي: هذا حديث حسن، وفي بعض النسخ صحيح، وفي سنن أبي داود عن مسلم ابن الحارث التميمي الصحابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إليه فقال: إذا انصرفت عن صلاة المغرب فقل: اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إذا قلت ذلك ثم مت من ليلتك كتب لك جوار منها، وإذا صليت الصبح فقل كذلك فإنك إن مت من يومك كتب لك جوار منها. هذا والقسطلاني في المواهب اللدنية وفي شرح الزرقاني أطال الكلام في وضع الإمام بعد الانتهاء من الصلاة، وبين وجهات النظر في اختلاف الأقوال فيه، ولا أرى فائدة كبيرة وبخاصة في ظروفنا الحاضرة في الاهتمام بهذا الموضوع، والله أعلم. الإمام الراتب لمسجدنا يعد عالما حافظا لكتاب الله فقيها، وتأخر مرة عن صلاة المغرب فأمنا من هو أقل منه في العلم ثم حضر ونحن في الركعة الأولى، هل يجوز للإمام الذي يصلي بنا أن يتأخر لإمام الراتب أن يستمر في صلاته؟ وإذا جاز أن يتأخر له وقد صلى ركعة فهل يتم المصلون الصلاة معه؟ إن صلاة الجماعة تصح خلف كل من تصح صلاته لنفسه بشرط ألا يكون أنقص من المأمومين بعيب يتجاوز عنه لتعذر إصلاحه، كالألفغ أو الفأفاء الذي لا يحسن القراءة، فإن إمامته لا تجوز إلا لمن هو مثله، ولا تجوز للسليم من هذه الحالة. وبخصوص ما جاء في السؤال، روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ قال: نعم. قال: فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه وحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك،
ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، ما نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، إنما التصفيق للنساء. وجاء في نيل الأوصار للشوكاني أن هذا الحديث فيه من العلم أن المشي من صف إلى صف يليه لا يبطل الصلاة، وأن حمد الله لأمر يحدث والتنبيه بالتسبيح جائزان، وأن الاستخلاف في الصلاة لعذر جائز من طريق الأولى، لأن قصاراه وقوعها بإمامين. ومن فوائد الحديث جواز كون المرء في بعض صلاته إماما وفي بعضها مأموما، وجواز رفع اليدين في الصلاة عند الدعاء والثناء، وجواز الالتفات للحاجة، وجواز مخاطبة المصلي بالإشارة، وجواز الحمد والشكر على الوجاهة في الدين، وجواز إمامة المفضول للفاضل، وجواز العمل القليل في الصلاة، وغير ذلك من الفوائد. والله أعلم. وماذا يفعل المصلون خلف الإمام إذا سقط مغشيا عليه أو أصابته الوفاة فجأة؟ إذا توفي الإمام أثناء الصلاة كان حكمه حكم من انتقض وضوءه، ووجب على المأمومين أن يتموا صلاتهم إما فرادا وإما بأن يتقدم أحدهم ليكمل الصلاة جماعة، ولا يجوز لهم قطع الصلاة ولا الخروج منها، فإنهم لن يستطيعوا أن يردوا إليه الروح، وذلك بخلاف ما إذا كان هناك خطر يهدد حياة المصلي فإنه يجوز له أن يخرج من الصلاة. والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية صقر، كنت أصلي منفردا وجاء شخص ووقف بجانبي ثم زاد الناس فكانت جماعة، فهل يجب علي تغيير النية من الصلاة الفردية إلى صلاة الجماعة؟ وهل تصبح صلاتي جماعة أم منفردة؟ وهل تصح صلاة المأمومين حتى لو كنت أصلي النوافل؟ في صلاة الجماعة تجب نية الجماعة على المأمومين، لأنهم ربطوا صلاتهم بصلاة الإمام. أما الإمام فهو كالمنفرد، لا يجب عليه أن ينوي الجماعة حتى لو صار إماما بعد أن بدأ الصلاة منفردا، وهذا كله في غير الصلاة التي تتوقف على الجماعة كالجمعة. جاء في فقه المذاهب الأربعة أن الحنابلة قالوا: يشترط في صحة الاقتداء نية الإمام الإمامة في كل صلاة، فلا تصح صلاة المأموم إذا لم ينوي الإمام الإمامة. وأن الشافعية قالوا: يشترط في صحة الاقتداء أن ينوي الإمام الجماعة في الصلوات التي تتوقف صحتها على الجماعة كالجمعة والجمع للمطر والصلاة المعادة. وأن الحنفية قالوا: نية الإمامة شرط لصحة صلاة المأموم إذا كان إماما لنساء، فتفسد صلاة النساء إذا لم ينوي إمامهن الإمامة، وأما صلاته هو فصحيحة ولو حاذته امرأة. وأن المالكية قالوا: نية الإمام ليست شرطا في صلاة المأموم ولا في صحة صلاة الإمام إلا في أربعة مواضع: صلاة الجمعة والجمع ليلة المطر، وصلاة الخوف،
والمستخلف الذي قام مقام الإمام العذر. أما المسبوق إذا قام بعد سلام الإمام ليكمل صلاته ثم اقتدى به جماعة آخرون صلاته صحيحة ما دام إمامه قد سلم وقام هو لإتمام صلاته وهو يعتبر منفردا، وذلك عند الشافعية والحنابلة. أما الحنفية فقالوا لا تصح إمامته، وكذلك قال المالكية إذا كان المسبوق قد أدرك ركعة مع إمامه، لكن لو أدرك أقل من ركعة صح الاقتداء به، وما دام هناك خلاف في الرأي فلا يصح التعصب لأي رأي من الآراء، والله أعلم. هل يجوز أن يصلي الإمام قاعدا ويصلي المأمومون وقوفا؟ وفي هذه الحالة لا يتحقق اتباع المأموم للإمام، فهل تصح صلاتهم؟ روى البخاري ومسلم عن عائشة وأنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى من إصابة فذهب بعض الصحابة لعيادته، ولما حضرت الصلاة صلى بهم قاعدا وهم واقفون، فلما انتهى من الصلاة بين لهم أن الإمام إذا صلى قاعدا قعدوا وإذا صلى قائما صلوا قياما، وبين العلة في ذلك في رواية لمسلم وغيره أن صلاتهم قياما وهو قاعد يشبه فعل أهل فارس بعظمائها، وقد نهى عن الوقوف لأي شخص تعظيما له وهو جالس. وروى البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد خفة في نفسه وهو مريض خرج إلى الصلاة بين رجلين فأجلساه إلى جنب أبي بكر، فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد، وهذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إزاء هذه النصوص اختلف الفقهاء في صلاة القائم خلف القاعد، فقال بعضهم بالجواز بناء على الحديث الأخير، وقال بعضهم بالمنع فيجب عليه القعود بناء على الحديث الأول وأحاديث أخرى، وقال بعضهم إن ابتدأ الإمام الصلاة جالسا جلسوا، وإن ابتدأها واقفا وقفوا، فإن طرأ عليه عذر بعد ذلك فجلس صلوا هم قياما. والنقاش بين أصحاب الآراء في هذه المسألة طويل. جاء في فقه المذاهب الأربعة أن المالكية قالوا لا يصح اقتداء القائم بالقاعد العاجز عن القيام ولو كانت الصلاة نفلا، إلا إذا جلس المأموم اختيارا في النفل فتصح صلاته خلف الجالس فيه. وأن الحنفية قالوا يصح اقتداء القائم بالقاعد الذي يستطيع أن يركع ويسجد، أما العاجز عن الركوع والسجود فلا يصح اقتداء القائم به إذا كان قادرا. وأن الشافعية قالوا تصح صلاة القائم خلف القاعد والمضطجع العاجز عن القيام والقعود ولو كانت صلاتهما بالإيحاء. وأن الحنابلة قالوا لا يصح اقتداء القائم بالقاعد الذي عجز عن القيام إلا إذا كان العاجز عن القيام إماما راتبا، وكان عجزه عن القيام بسبب علة يرجى زوالها، وما دام الأمر فيه خلاف فيجوز الأخذ بأي رأي دون تعصب كما هو الشأن في الأمور الخلافية، والله أعلم. نرى بعض الأئمة
ينتظر الداخل خلفه لإدراك الركعة، وبعضهم يقول لم يشرع الانتظار، فما الصواب في ذلك؟ لا مانع من إطالة الإمام في الركعة الأولى حتى يدركه من يريدون الاقتداء به عند شعوره بقدومهم أو سماع قولهم مثلا إن الله مع الصابرين. ففي حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الأولى، قال: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. وعن أبي سعيد قال: لقد كانت الصلاة تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. رواه مسلم وأحمد والنسائي وابن ماجه. فلا مانع من انتظار الإمام للمأموم، والله أعلم. في قريتنا مسجد صغير ومعظم المصلين فيه غير متعلمين، ويؤم المصلين فيه صبي متعلم، هل تجوز إمامته؟ روى البخاري وغيره أن عمرو بن سلمة نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإذا حضر في الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 سنين أو 7 سنين. وجاء في رواية النسائي أنه ابن 8 سنين. وجاء في رواية أحمد وأبي داود أنه قال: فما شهدت مجمعا من جرم وهم قومه إلا كنت إمامهم إلى يومي هذا. بناء على ما تقدم، يجوز للصبي أن يكون إماما لمن هم أكبر منه سنا، وبخاصة إذا كان متميزا عنهم بالتفقه في الدين، وهذا ما قال به الإمام الشافعي رضي الله عنه. أما إمام مالك فقد كره أو منع ذلك في الفرائض، وأما أبو حنيفة وأحمد فقد اختلفت الرواية عنهما. والمشهور عنهما كما قال ابن حجر في كتابه فتح الباري أنهما يجوزان أن يكون الصبي إماما في النوافل كالتراويح والعيدين دون الفرائض. لكن هذه التفرقة لا معنى لها، لأن حديث عمرو فيه أذان للصلاة ثم الإمامة، والأذان لا يكون إلا للفريضة دون النافلة. والذين منعوا إمامة الصبي أو كرهوها في الفريضة استندوا إلى أثر عن ابن مسعود بأنه لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود، أي حتى يكلف بالبلوغ. وكذلك أثر مثله عن ابن عباس رواهما الأثرم في سننه، وليس مرفوعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هما رأيان لهما. وفي مثل هذا المقام يقدم الحديث المرفوع على الكلام الموقوف على الصحابي. والموضوع موضح في كتب كثيرة، وخلاصته أن إمامة الصبي في الفرائض جائزة وصحيحة عند الشافعي، ويمكن الأخذ به في الصبي يصلي بوالدته وإخوته وأخواته، والتلميذ يصلي بزملائه، لكنها غير جائزة عند الأئمة الآخرين، والبالغ إن وجد هو أولى من الصبي، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية، أمنا رجل فسلم تسليمة واحدة عن يمينه، فهل يجوز الاقتصار على واحدة؟ وهل ورد في السنة شيء من ذلك؟ الخروج من الصلاة بعد انتهائها يكون عند جمهور العلماء بالسلام، ويكفي فيه أن يكون مرة واحدة،
وتسن أن تكون على اليمين. أما الثانية فهي سنة ويستحب أن تكون على اليسار. والأصل في السلام حديث أحمد والشافعي وأبي داود وابن ماجه والترمذي، وهو مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وذلك يتحقق بتسليمة واحدة، والله أعلم. في بعض البلاد التي لا يسلم أهلها من الشرك مع دعواهم الإسلام لغلبة الجهل والطرق البدعية عليهم، مثل التيجانية أو في بلاد غير المسلمين، يذبحون مع اعتقادهم في غير الله، فذبائحهم كذبيحة المشركين والوثنيين، فما الحكم في الصلاة خلف إمام يأكل من ذبائحهم؟ ذبائح غير المسلمين لا يحل أكلها ما عدا ذبائح أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، فيحل أكلها لقوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وعليه فالذي يأكل من ذبائح غيرهم قد ارتكب إثما كبيرا، ولئن كان فاسقا بذلك فإمامة الفاسق صحيحة وإن كانت مكروهة. وإذا ذكر عند الذبح اسم غير الله سواء من المسلمين أو من غيرهم فالذبيحة ميتة، لقول الله تعالى في المحرمات: وما أهل لغير الله به. ومنه ما لو قيل عند الذبح